بسم الله، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا جمل لنا دينك حتى لا نستهين به، وأن لا نبدله بأي شيء كان، مهما عظم شأن الأديان الأخرى، لأنها من صنيع الشيطان، وأنت أعلم بهذا كله يا كريم يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، بالإسراف أو ما تعطيوش الحق للمحرومين من الغلة يراها كان في الطريق، وما يطعمها إلا في الحلم، ولا مجر هذا الطغيان في عالم الرزق. أنت في حلال، أهلا وسهلا وهنيئا لك بالحلال. أما إذا كان تطغى فك الحلال هذا كان لا تجعله إلا لك، فأنت من أهل الطغيان لا من أهل الإسلام في عموما، نسأل الله السلامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، ما معناه؟ ما آمن بي من بات شبعان وجاره جاء وهو يعلم أنه جاء، لأنه فهم مظاهر على الأولاد، مظاهر في الوجوه، في الحركات، كي ترى حركته بطيئة، أما بخشوع ولا راه ما عاش عنده باش يحرك روحه بنشاط. اعلم ان وراء ذلك معنى الحرمان مما انت فيه في طغيان. احذروا غضب الله، احذروا. الاسلام جاي ينبه، جاي يوضح، واللي قاعد يعمل روحه ماهوش فاهم ويدعي الاسلام فتخذ ما دابه على الحاله هذه، فهو من اهل الشيطان، يحب ولا يكره مهما كان اسمه عبد الرحمن ولا محمد ولا مصطفى. لا، هذا ما يفيد في شيء، بل يزيد لعنة، لأنه يأخذ اسم ليس هو له علاقة بهذا الاسم، بل الاسم هذا يتجمل به، تجمل الباطلين، تجمل المنافقين، تجمل المخادعين. نسأل الله السلامة بالتمام والكمال، آمين يا رب العالمين.